إذا اليوم الآن عكسنا السؤال بشكل مختلف، أخذنا الديجيتال بلان، الديجيتال بلان، الديجيتال هي الكنترولر تبعها ديجيتال، أنا أخذت هون هاي ديجيتال كنترولر، هلا لأول مرة بنحطها هون بشكل واضح الكنترولر، هاي ديجيتال كنترولر، البروبورشنال كنترولر بس كل اللي بتعمله بتاخذ الأرور تضربه فيه كير، كل ما زادت قيمة كير رح أحسن الأوفر شوت، رح نحكي عنها بعدين كيف أحسب الأوفر شوت وراح اقلل احسن الرايز تايم وراح يسوق الاوفر شوت عفوا راح يسوق الاوفر شوت بس يحسن معي الرايز تايم وينزل ستيدي ستيت. السؤال اللي بساله هون ايش قيمه كي اللي لازم اتوقف عندها اذا كان السامبلينج تايم تبع هاي البلانت 0.1؟ لاحظوا السامبلينج تايم وكي بتناسبوا يعني هم كومبرومايز. حسن السامبلينج تايم شو بتقدر تعمل بكي؟ يعني صغر السامبلينج تايم اعمل سامبلينج اسرع بتقدر تعمل بكي؟ ترفع. احنا هلا ثبتنا السامبلينج تايم على 0.1 اوف سكند وعم نسال السؤال ايش قيمه كير اللي بتخلي هذا السيستم ستيبل. نفس الطريقه رح نمشي زي ما عملنا قبل نمشي فيها مش مشكله. الزيرو اوردر هولد ايش الترانسفير فانكشن تبعتها؟ 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي اس على اس والبلانت هون 1 على اس بلس 1 هذا الشيء بي اوف اس فبتصير عندي زيرو اوردر هولد جي اي اس بتساوي جي جي اوف اس وتساوي هلا هون الاختلاف عندي في عندي كي مش هيك؟ او خليني اطلع هاي بعدين بضربها فصارت عندي هلا هاي الفانكشن راح تصير 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي اس وجوا عندي 1 على اس بلس 1 في اس. متذكرين هاي كيف نعمل البارشال فراكشن اكسبانشن تبعها؟ راح اختصرها راح تصير اي 1 وبي ماينس 1 راح تصير عندي هاي 1 ماينس اي خليني احط هون براكيت بلاش تخبط اس تي وهذول في الداخل راح يصيروا 1 على اس ماينس 1 على اس بلس 1 اللي هم اي وبي طبعا راح اعمل راح اخذ الزد او احول للزد ترانسبورت فراح يصير معي هلا جي اوف زد بيساوي 1 ماينس 1 ماينس زد تو ماينس 1 اللي هي محل هاي وهذول عندي ال 1 على اس راح يتحول على زد زد ماينس 1 مضبوط صححوني اذا غلطت وبعدين عندي هون زد على زد ماينس اي تو ذا ماينس بدخل هذه بضربها جوا هاي لما تنضرب في هاي وتنقسم بتصير 1 ماينس بعدين عندي 1 في زد بتعطيني زد ماينس 1 على زد ماينس اي تو ذا ماينس تي بعدين راح ادمج هذول وراح يصير عندي 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي هاي الترانسفير فانكشن تبعت جي اوف زد. هل بصير اضرب جي اوف زد الان في دي اوف زد؟ بصير هي مزبوط هون كي بس لو كانت شيء ثاني بصير اضربها لانه خلص صارت عندي هلا هاي جي ستار اوف اس حولتها لجي اوف زد وبضرب جي اوف زد في دي اوف اس اوف زد مش هيك؟ لانها هذه سامبل فصار عندي هلا هذول السيستمز الاثنين هلا راح اخذهم بصير عندي هلا بضرب جي اوف اس في دي اوف اس بصير عندي هلا جي اوف زد دي زد بتساوي كي 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي على زد ماينس اي تو ذا ماينس هلا شو بدي اعمل لما سكرتها وحطيتها في كلوز لوب شو بصير عندي الاوفر اول ترانسفير فانكشن تبعت جي اوف زد كلوز لوب بتصير هاي على 1 زائد اذا صارت عندي هلا خلينا نسميها اذا بتحب اف اوف زد اللي هي الكلوز لوب بتساوي كي 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي على زد ماينس اي تو ذا ماينس تي على 1 زائد كي في 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي على زد ماينس اي تو ذا ماينس تي نضرب البسط المقام في زد ماينس اي تو ذا ماينس تي بصير عندي 4 كي 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي على هون عندي زد في 1 بتصير زد ماينس اي تو ذا ماينس تي وبعدين عندي زائد كي ناقص كي اي تو ذا ماينس تي اذا هاي اذا بدي اخطر ابسطها اللي تحت بتصير عندي هون عندي اي تو ذا ماينس تي اي تو ذا ماينس تي كي 1 بتصير كي بلس 1 كي بلس 1 اي تو ذا ماينس تي هون عندي زد هون عندي كي 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي وبعدين بضل عندي تحت بلس كي رح طلع ماينس برا هاي بتصير ماينس كي بس ايش عملت هون؟ اخذت اي تو ذا ماينس تي اي تو ذا ماينس تي ماينس كي ماينس 1 شو بتصير؟ ماينس كي ماينس 1 مش هيك؟ اللي هي ماينس كي زائد 1 وهذه كانت عندي بلس كي طلعت ماينس برا شو بتصير جوا؟ ماينس كي اذا وين البول هلا هذا تبع السيستم؟
البول من عندي بنحب نعوض تي بوينت 1 بتصير عندي هلا بصير عندي البول على اي حال بيساوي زد كي بيساوي كي بلس 1 اي تو ذا ماينس تي ماينس كي ومعرفتي انه هاي بتساوي بوينت 1 بتصير كي بلس 1 اي تو ذا ماينس بوينت 1 ماينس كي بنفس الطريقه حتى السيستم يكون ستيبل ايش لازم يكون عندي لازم يكون هاي الكمية لأنها ريل هون لأنها ريل لو إنها خيجة ليش إنه فيها بشكل مختلف بس لأنها ريل بدها تكون أكبر من ناقص واحد وأقل من واحد إذا خلينا ناخذ الحالة اللي هي بدها تكون أكبر من ناقص واحد عندي k plus 1 e to the minus 0.1 minus k تكون أكبر من ناقص واحد هلا بصير عندي e to the minus 0.1 لازم تطلع 0.95 مش هيك 0.95 e to the minus 0.1 قديش طلعت معي 0.9 فبتصير عندي هلا هون هذه 0.9 بس 0.9 لحالها 0.904 هاي مضروبه في k زائد 0.904 minus k أكبر من 9 minus 1 هلا عندي هون minus 1 متأكد من الرقم هذا تأكدي والله نصف الرقم بلا ممكن كلامي صحيح ممكن أنا بالله خلي بستأكد الأرقام اللي معي .905 مضبوط طيب عندي هون هلا بصير عندي بجمع الكير ناقص 1 زائد 0.9 شو بصير عندي؟ بصير عندي 0.09 مش هيك؟ ايش بعد ال 0.09؟ هاي هون كي اكبر من ماينس 1 ولا نحطها 0.1 خلص نختصرها خلص هاي هاي هي 6 خلص مش مشكلة بنعتبرها 0.9 فبتصير هاي 0.1 فبصير عندي هون 0.1 k وبعدين عندي 0.9 بتروح هون شو بتصير؟ بتصير minus 1.9 مضبوط؟ فبتصير k بتكون اكبر من minus تقريبا 19 هي المفروض تطلع 20 لو احنا حاسبين الكسور هاي لما ما تخلصناش من الكسور بتطلع 20 بس خليها 19 مش مشكله هلا هاي شو بصير بدي اضربها في minus اصغر شيء غلط في الاشاره. هذه ماينس هون. بتطلع ماينس كي بتساوي ماينس هذه ماينس هاي ماينس مضبوط هيك؟ مضبوط. فبتطلع كي بتكون اقل من 19. واذا اتبعنا الثاني اللي هي اكبر من واحد تطلع معي كي انها لازم تكون اكثر من نيجاتيف فاليو فاكثر من زيرو فبتصير كي اقل من 19 وطبعا اكبر من زيرو احنا بدنا اياها اصلا هي لازم تكون اكبر من زيرو لانه بصيرش تكون كي نيجاتيف. لو صارت كي نيجاتيف شو بصير عندي هون؟ بوزيتيف فيدباك فهي كي اصلا ما بصيرش تكون نيجاتيف فصارت عندي هاي القيمه، هلا لو انتم عوضتوا الارقام صحيحه انا اخطات هون قربت تطلع هذه تقريبا 20 تطلع هذه الفاليو 20 هاي طبعا مرتبطه بمين؟ مرتبطه باي فاليو؟ بالسامبلينج تايم غير السامبلينج تايم بدك تعيد حسابها ففي على فكره زي كومبرومايز يعني زي موازنه ما بين السامبلينج تايم اذا بدي ازيد كي بدي اضطر ايش اعمل بالسامبلينج تايم؟ بدي ازيد السامبلينج فريكونسي او اصغر السامبلينج تايم حتى اقدر ازيد كي بشكل اكبر عشان السيستم يضل ستيبل